يعتبر الدكتور طارق البكري واحداً من رواد أدب الطفل في العصر الحديث، خصوصاً وأنه يحتل مرتبة مرموقة في أدب الطفل، ويحاول من خلال قصصه المساعدة في إرساء قيم تربوية وإسلامية وتعزيزها في شخصية الطفل العربي. يسخر سجل الدكتور طارق بالعديد من الإصدارات الهامة، حيث صدر له ما يقارب 500 قصة قصيرة للأطفال وأكثر من 10 روايات للناشئة، إلى جانب العديد من الدراسات والمقالات المتنوعة التي تتعلق بأدب الطفل. الدكتور طارق يدرس مقررات جامعية تتعلق بالقصة والرواية عامة وأدب الطفل على وجه الخصوص. للدكتور طارق بصمات واضحة في جبين أدب الطفل، مهما تحدثنا عنه لن نوفيه حقه. اليوم في عسيف نلتقيه في حوار استثنائي عن أدب الطفل في العصر الحديث. دكتور طارق البكري، يا هلا فيك ويانا في عسيف.